وينضم إلينا من عمان محلل أول أسواق مالية في إكويتي جروب سركيس نزار للحديث عن تطورات العملات الأجنبية. أهلا وسهلا بك سيد سركيس، وسأبدأ، ما الذي يحدث اليوم أمام اليورو؟ هناك ارتفاعات بشكل عام. صباح الخير. يرتفع بالفعل اليورو مقابل الدولار الأمريكي وعدة عملات أخرى ترتفع أمام الدولار بشكل عام، وهذا مع انتظار بيانات اقتصادية غاية في الأهمية هذا اليوم تتمثل في بيانات التضخم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين. هذه البيانات من المحتمل أن تظهر انخفاض في معدل التضخم من 9.1% وهو أعلى مستوى منذ نحو 40 عاما إلى 8.7%، لكن المتابعة لن تشمل فقط بيانات التضخم التي تأخذ بعين الاعتبار أسعار الطاقة، بل هنالك مؤشر بالقيمة الأساسية وهو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستثني الغذاء والطاقة، من المتوقع له أن يظهر ارتفاع إلى 6.1%. هذا المزيج من البيانات الاقتصادية التي ننتظرها اليوم من الولايات المتحدة الأمريكية تجعل العملات تشهد حالة من التذبذب أمام الدولار، والدولار الأمريكي يتراجع قليلا هذا اليوم وسط عمليات جني أرباح في الأسواق المالية قبل صدور هذه البيانات المهمة والتي قد يكون لها تأثير كبير على قرار الاحتياط الفدرالي الأمريكي الشهر المقبل، وهذا يفسر الارتفاع الذي يشهده اليورو مقابل الدولار الأمريكي هذا اليوم. لكن يجب أن أشير للضرورة بأن الارتفاع الذي يشهده اليورو ارتفاع طفيف عند دولار وسنتان أمريكيان فقط، وهذه المستويات تعتبر مستويات تداول قربها اليورو منذ حوالي 7 جلسات ماضية. نعم سيد سركيس، أيضا عندما نتحدث عن هذه الأرقام والنتائج التي يمكن أن تصدر اليوم من أمريكا تحديدا أو من الولايات المتحدة الأمريكية، يعني هل سيؤثر ذلك على قرارات الفدرالية الأمريكي برفع الفائدة بنسب مختلفة؟ بالتأكيد بيانات هذا اليوم المنتظرة ستكون جزء مهم من البيانات الاقتصادية التي نستطيع من خلالها تقييم توجه الاحتياط الفدرالي الأمريكي الشهر المقبل. نبدأ في بيانات الجمعة الماضية التي أظهرت انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له منذ قبل جائحة كورونا، يعني معدلات البطالة تظهر بأن الاقتصاد الأمريكي قوي للغاية، لكن ارتفاع التضخم هو الذي أجبر الاحتياط الفدرالي على رفع الفائدة، والآن هنالك اختلاف كبير في الآراء. هل الولايات المتحدة في ركود بعد انكماش الاقتصاد لربعي سنة متتاليان، أم أن هذا الانكماش جاء عابر وأن الاقتصاد الأمريكي ما زال قوي؟ بيانات هذا اليوم قد تحدد جزئية من هذه التساؤلات. إذا جاءت البيانات لتظهر انخفاض يفوق التوقعات، ربما ستقل احتمالات رفع الفائدة بشكل متسارع وكبير، لكن إذا انخفض التضخم بالفعل لكن جاء انخفاضه أقل من المتوقع أو إن حصلت مفاجأة في أن يبقى التضخم فوق 9%، هنا قد تتزايد تحركات عنيفة من الاحتياط الفدرالي الأمريكي لرفع الفائدة الشهر المقبل. الأسواق المالية حاليا تسعر رفع الفائدة في الاحتياط الفدرالي 75 نقطة أساس باحتمالية تصل إلى 70% بحسب مجموعة CME التي يتم فيها تقييم توقعات الأسواق للفوائد الأمريكية. إذن هنالك توقعات ب 30% أن يتم رفع الفائدة 50 نقطة أساس. ربما تكون بيانات هذا اليوم محددة أكثر قليلا لتوجهات الفدرالي الأمريكي، ويجب أن أشير أيضا للضرورة بأننا ننتظر يوم غد الخميس بيانات تسمى بيانات مؤشر أسعار المنتجين التي أيضا تعطي فكرة عن معدلات التضخم القادمة للولايات المتحدة الأمريكية خلال الأشهر المقبلة. فبيانات اليوم بالتأكيد ستكون جزء مهم من تقييم تحرك الاحتياط الفدرالي الشهر المقبل. نعم سيد سركيس، كيف يؤثر انخفاض الدولار اليوم حتى لو بنسب قليلة كما ذكرت، يعني كيف يؤثر على أسعار النفط وأيضا أسعار الذهب؟ بالنسبة لأسعار الذهب فقد تحركت خلال هذا الأسبوع ضمن اتجاهات صاعدة حتى لامست يوم أمس مستوى 1800 دولار للأونصة، لكن في نفس الوقت توقعات رفع الفائدة بالاحتياط الفدرالي الأمريكي تعيق استمرارية الارتفاع في أسعار الذهب، وبما أن سعر الذهب مقيم عالميا بالدولار الأمريكي في البورصات، بالتالي بيانات هذا اليوم
قد تكون مؤثرة أيضا وبشكل ملموس في الذهب. الدولار الأمريكي بانخفاضه رغم أنه طفيف لكنه أعطى مجال للملاذ الآمن أو المعدن الأصفر بالارتفاع، خصوصا ونحن نعلم بأن الذهب يستخدم للتحوط من مخاطر التضخم، وبما أن الأسعار ترتفع عالميا، بما أن التضخم يرتفع عالميا، فهناك العديد من المستثمرون من يقومون بشراء الذهب. لكن هذا اليوم البيانات الاقتصادية إذا أعادت قوة الدولار هنا قد نشهد بعض التراجع في أسعار الذهب، عكس ذلك إن جاءت البيانات لتدعم المزيد من الانخفاض في الدولار الأمريكي هنا ربما سنشهد عودة تداول أسعار الذهب فوق 1800 دولار للأونصة الواحدة. أما بالنسبة لأسعار النفط فقد انخفضت قليلا خلال تداولات يوم أمس وفقدت مكاسب كانت قد حققتها بعدما صدرت بعض البيانات التي أظهرت بأن المخزون الأمريكي من النفط ارتفع على غير المتوقع، وأيضا إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أصبحت تتوقع حاليا نمو أقل من التوقعات السابقة في الطلب العالمي على النفط بسبب ارتفاع أسعاره، وهذا ما ضغط يوم أمس على أسعار النفط. بالنسبة لأسعار النفط نحن اليوم أيضا ننتظر أو هذا اليوم ويوم غد العديد من البيانات الاقتصادية المهمة التي تؤثر في النفط وتوقعات الطلب العالمي، والتي منها تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية والذي من المحتمل أن يظهر بقاء المخزون منخفض لكن في نفس الوقت بقاء الطلب ما دون مستوياته المعتادة. نعم، محلل الأول في أسواق مالية مع إكويتي جروب سركيس نزار، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل.